الرز المكسيكي، انا عندي رز بسمتي مغسول ومنقوع ومتصفي، عندي رز بصل مفروم، طماطم مبشوره من غير القشر بتاعها، عندي هنا الفلفل الهالوبينو اللي هو الفلفل الحار اللي هو بيبقى مخلل، وده بيبقى موجود في السوبر ماركت في برطمانات معروف جدا بفلفل الهالوبينو، بيبقى متقطع بيبقى صحيح براحتكم، ممكن تحطوا فلفل حامي اي نوع تاني، وممكن تحطوا فلفل حامي طازه، وممكن ما تحطوش فلفل حامي خالص لان ما بيحبش الشطه. عندي كمان زيت ذرة، ثوم مفروم، عندي شوية مرقة فراخ، صلصة طماطم أو معجون الطماطم، أكيد معانا ملح، عصير ليمون، وكزبرة خضرة مفرومة. وصفة سهلة جدا وسريعة بس مختلفة ولذيذة، تغيير شوية بس عن إيه، عن الأكل التقليدي كده، وأخف وأسرع صراحة. معلقة الزيت، بصلاية مفرومة ناعم، ملح لكل كوبايه من الرز، معلقه من الملح ومعلقه من الزيت، فلفل اسود، وطبعا الرز البسمتي زي ما احنا عارفين من كوبايه ونص لكوبايتين من الميه السخنه او المرقه او النص ونص زي ما احنا هنعمل النهارده، والرز المصري كوبايه. ينفع بالرز المصري؟ مش هيقول لا، بس يعني اكلهم بيطلع احلى بالرز اللي هم بيستخدموه، لكن لو مفيش مشكله. حطينا كده الثوم، ننزل بقى الكزبرة الخضراء، الهالوبينو، مش هحط كل ده لأنه هو أصلا حامي قوي، فمفيش داعي إن احنا نزود المقدار بتاعه. ننزل الأول الصلصة، وطبعا هجيب معلقة السكر عشان هنا في صلصة في طماطم وفي كمان فلفل حامي، فايه نهدي الدنيا شويه بمعلقه سكر صغيره، جالي تعليقات كتير قوي على الغريبه اللي بالحبهان، حلوه هي فعلا حلوه ومختلفه، وتخلوا بالكم ان الحبهان ما يزيدش قوي، انا عايزه الطعم يبقى جاي من بعيد كده مش طعم لاذع قوي. احط هنا بقى عصير الليمون، وبعدين انزل الرز، حاضر، ننزل الرز عليها، نقلب، ولما يتجانس خالص كده ويبقى كله داخل في بعضه من غير ما اكسر الرز كده اهو، اهو اوكي، لما كده يختلط ببعضه كده ويتجانس هنروح منزله له الشوربه نص المقدار، يعني انا عندي هنا كوبايتين يبقى انا محتاجه 4 كوبايات، يبقى كوبايتين شوربه وكوبايتين ميه، ونخلي بالنا هقلل شويه لان هنا في كميه خضره هتنزل ميتها. نقلب على نار عاليه غلوه، اغطي على نار عاليه غلوه، بعدين اوطي وانا مغطيه واسيبه لحد ما يتشرب.